سينا، بقول له حضرتك انا طالبه مقابله حضرتك، انا مش طالبه شقه ولا طالبه حاجه، انا طالبه مقابله حضرتك. انا بعت فاكس لحضرتك من اكتر من يومين، وطلبت حضرتك ان انت تجيلي، وبعت للسكرتير العام المحافظه ان حد يجيني. ليه ما حد سائل فيها؟ ليه ما انا امبارح سكري نزل وضغط نزل والبوتاسيوم نزل، لسه ايه؟ انا همتنع عن المحاليل الفتره اللي جايه، انا همتنع عن المحاليل لو حضرتك ما لبيتش رغبتي. من يومين حصل حادثه هنا في المستشفى بين دكتور وبين صحفي، الدنيا اتقلبت في وقتها، الدنيا اتقلبت. ليه؟ ليه لما حاجه بسيطه زي كده الدنيا بتتقلب؟ هو احنا ملناش كرامه عندكم؟ احنا ملناش حقوق عندكم؟ هو احنا مش من رعاياك؟ يعني المفروض انت تدور علينا؟ حضرتك لما انت بتكون في المكان بتاعك، بتكون في المكان بتاعك عشان الناس اللي زينا. فانا بستعطف حضرتك بروح الاب بروح الاخ ان انت تيجي تشوف حالتي. انا بقول لحضرتك ان انا الفتره اللي جايه هرفض المحاليل نداء لحضرتك ان انت تيجي تشوفني، وهحمل حضرتك المسؤوليه الكامله لو جرالي اي حاجه. انا لو مت في المكان ده حضرتك اللي هتكون مسؤول عني. انا خدمت في المستشفى دي اكتر من سنتين ونص، كنت بشيل شغل اكتر من 15 ساعه، مش هقول لك 12 ساعه، لا اكتر من 15 ساعه، جميع الفئات وجميع المراحل كنت بشيل المستشفى دي في كل الحوادث اللي كانت بتحصل، وحضرت المؤتمرات وخدمت في المؤتمرات، ما خدتش مكافاه وما استنيتش مكافاه من حد. ودلوقتي بطلب من حضرتك ان انت تيجي تشوفني، بس طلب بسيط، طلب بسيط يا حضرة جناب محافظ جنوب سيناء. انا بنشد حضرتك في حاجة بسيطة، يعني مش كتيرة، لو كتيرة على حضرتك ابعت وقول انا ما اقدرش اجي للفئة دي، الفئة دي من الشعب ما اقدرش اجي ليها، لانها فئة قليلة ما تستحقش ان محافظ جنوب سيناء يحضر لها ويقوم من على الكرسي بتاعه ويجي يحضر لها، لان احنا فئة ما تستاهلش ان حد يسأل عنها. وأراهن حضرتك إن لو السيسي اللي كنت طلبت مقابلته كان أكيد هيجي، وكان أكيد هيلبي الرغبة دي، لأنه ما بيتأخرش. فما أعتقدش يعني إنه رئيس الجمهورية لما حد يبعت له نداء يلبيه، ومحافظ جنوب سيناء لما حد يبعت له نداء ما يلبيهوش. أنا عايز أعرف إحنا ما نسويش حاجة عندكم للدرجة دي؟ وأرواحنا ما تسويش حاجة عندكم للدرجة دي؟ بس أنا مش عايز أكتر من كده. كل اللي بطلبه مقابلة حضرة سيادتك أو من ينوب عنك في المكان اللي لو حضرتك مسافر، لو حضرتك في أي مكان وهتقول أنا مسافر مش فاضي، ابعت أي حد من مجلس من السكرتارية بتاعتك، ابعت وفد من السكرتارية بتاعتك يشوف طلبي ويشوف حالتي. أنا واحدة ليا حقوق، مواطنة ليا حقوق عندك، وبناشدك لآخر مرة، بعد كده هعترض عن المحاليل وهعترض وهموت وهتبقى أنت المسؤول.